إيلون ماسك رجع للأضواء، ولو ما طلع من الأضواء هالمرة، رجع مرة أخرى لموضوع تويتر اللي إيلون ماسك يعني قبل أسابيع عرض 44 مليار دولار حتى يشتريها. بس هسه ظاهر غير رأيه، سهم تويتر خسر كل الأرباح اللي حصلها بعد ما تكلم إيلون عن حصته بشركة تويتر وعرضه لشراء الشركة، ويعني الخسارة هاي بسببه. فخلينا نسولف بهذا الموضوع، بس اعطوني 10 ثواني. إيفست هي منصة لتداول العملات والسلع والمؤشرات والكريبتو وغيرها، والمنصة باللغة العربية والإنجليزية، ورابطها موجود بالدسكريبشن، تقدرون تتكلمون مع خدمة العملاء أو تشتركون عن طريق الرابط. أنا شخصيا بديت هالأيام جدا أنزعج من إيلون ماسك، ورغم أنه أنا أحب شركة تسلا واللي دا تسويه بتحويل يعني عالم السيارات إلى سيارات كهربائية، طبعا سبيس إكس مشروع يعني شركة سبيس إكس وبورينج كومباني ونيورولينك أتصور اسمها، كلها مشاريع يعني جدا مهمة وضخمة للمستقبل إذا صارت. بس ترى مو إيلون طلع بهاي الشركات والاختراعات، تسلا كانت مو مالته، هو اشتراها، والمشاريع اللوخ يعني مو هو المهندس خلينا نقول إلها، بس جمع الخبراء، فيعني لازم نعطي حقه كمدير إلها، وبأنه يعني سوى من عندهم فتشي. بس حتى بالسوشيال ميديا وحبه للشهرة وشد الانتباه وش قد يريد الناس تكلمون عنه يعني سيء جدا إله والمشاريع وشركاته. حركاته هاي تجيب مشاكل إله وشركاته، وأيضا تسلا تعاني بسبب هذا، والمستثمرين والصناديق الاستثمار دي يبتعدون عن تسلا والاستثمار بها، لأنه ما يريدون يديرها واحد بمزاج إيلون ماسك حتى لو كانت شركة ممتازة، لأن هذا خطر على استثماراتهم. يمكن هذا السبب اللي خلت تسلا يعني آخر فترة تفقد تقريبا 40% من قيمتها. بس اليوم الموضوع مو تسلا، الموضوع هو تويتر. إيلون بوقتها قرر أنه يشتري تويتر، وسهمها صعد على هاي الأخبار ويعني باقي التفاصيل أيضا تكلمنا عنها هواية، حتى يستولي على واحدة من أهم المنصات تأثيرا بالعالم. فإيلون يقول أنا أريد أخلص تويتر من البوتات والحسابات الوهمية وأصلحها وأسوي توثيق للحسابات الحقيقية الناس حقيقيين، لذلك أريد أشتريها، وأريد يعني أنطي الناس حرية التعبير ورجع ترامب، ويقول حرية التعبير لازم تكون ضمن القانون. ما أدري إذا الصين طلبوا من عدة لما يكون عنده تويتر طلبوا من عدة أنه يوقف الكلام عن الصين، شو راح يقول؟ وتسلا هي عدة سوق ضخمة في الصين. مثلا دونالد ترامب يعني هيج أنصاره على الهجوم والثورة ضد الكونغرس وصفق لهم، وهذا يعتبر يعني بنظر إيلون ضمن قانون، من رئيس يريد يقسم البلد ويدخلون الكونغرس ويريدون يقتلون الناس. رغم أنه ترامب أدين مرتين قانونية من قبل الكونغرس، إيلون يعتبره يعني يتكلم ضمن القانون. بس إيلون مو معجب بترامب لأنه عبقري، ترى عنده أسباب غيرها نتكلم عليها بعدين. المهم إيلون ماسك هسه غير رأيه، يقول يمكن ما راح أشتري تويتر، يقول أشتري تويتر بس ما أريد، يعني ما أعرف إيش يريد، أشتري بس ما أريد أشتري، احتمال أشتري تهد عليها. أسهم شركة تويتر نزلت رأساً، يعني رجل أيضاً مرة أخرى تلاعب علينا بالأسواق مثل ما سووا ويا تسلا قبل سنين وتغرم عليها. ماسك يقول نسبة البوتات المعلنة من مدير تويتر هو 5%، بس أنا أشوفها أكثر من 20%، لذلك أنا ما راح أشتري قبل ما أتأكد. يعني ما أعرف أنا مصدر النسبة مالته منين، لأنه هو ما يملك تويتر. مدير تويتر سي او ماتهم قال بتغريدة أنه النسبة 5%، جاوب الأستاذ المؤدب إيلون ماسك بهذا الجواب. أولا تويتر كل سنة رسميا وقانونيا لازم يجيبون ناس مختصين يسوون تدقيق ويحددون هاي النسب حتى يقدموها، وقدموها سنويا للأس إي سي حتى ما يصير يعني ما يصير يكذبون عليهم، هاي شغلة قانونية يعني الحكومة تدقق بيها. ثانيا إيلون ماسك هو بنفسه يقول أنا أريد أشتري تويتر حتى أشيل البوتات أعالج المشكلة. زين أنت تعرف بيها بوتات وهدفك تشيلها، هسه ليش تقول أنا ما أشتري قبل ما أعرف إيش قد نسبة البوتات؟
قبل ما تشتريها وتصرف 44 مليار عندك فريق يبحث كل هذا حتى يعرف ايش قد يعني يعرضون وشلون يمشون العملية كلها. 44 مليار دولار مو لعبة إلا إذا أنت غبي. أكيد أكو هواية فريق قبلها قبل قرار يبحث بها. هسه يقول يمكن ما راح أشتري، دا أفكر بالموضوع، يمكن أريد السعر ينزل نسوي عرض جديد. طبعا هذا لأن سعر السهم نزل وهو بدل وما له علاقة أي شيء بالبوتات وهاي الشغلات الجديدة. ثالثا إيلون ماسك اللي عنده 80-90 مليون فولوور، هو نفسه الشركة سوت تدقيق وقالت انه اكثر من نص الفولورز عنده بوتات مو ناس حقيقيين. شنو يعني مشتريهم حتى يشوف الناس انه عنده هواية فولورز وبعدين يجي يحكي على البوتات؟ غريب. انا برأيي هذا كله خريط، هو انسان عنده مشاكل هواية. واتصور احسن شيء سواه بحياته مو موضوع تسلا، احسن شيء سواه انه ترك هاي المثلة أمبر هيرد قبل ما تسوي له مشاكل، بس هذا غير موضوع. وأيضا تقربه من الحزب الجمهوري وترامب مو لأنه يعتقد أنه يعني سياسته ممتازة، بس لأن إذا دعم الحزب الجمهوري صاروا بالحكم يقللون الضرائب عليه، المليارديرية يقللوا عليهم يزيدوها عليه وعلى غيرنا من الناس. كله موضوع فلوس، وأنا جدا بديت أخاف من هذا الرجل أنه يسوي يعني مشكلة ضخمة. وأنتم كيفكم؟ كل واحد عنده رأيه. ماذا لو كان الاستثمار مباشرة في البنوك والتكنولوجيا الأمريكية غاية في السهولة؟ أو كان استثمار أموالك في نمو كبرى الشركات الألمانية يتم من خلال أمر تداول واحد؟ إيفاست تقدم سلالها الاستثمارية الثلاثة الجديدة. هذه الأدوات المالية الفائقة متوفرة حصرياً لعملاء إيفاست، وهي ملائمة للاستثمار طويل الأمد أكثر من غيرها من الأدوات، وتعمل كذلك على تخفيف حدة المخاطر. كيف يتم بناؤها؟ يتم تصنيف الأسهم حسب أهميتها في كل سلة استثمارية من إيفاست باستخدام القيمة السوقية للأسهم ومتوسط عدد الأسهم المتداولة خلال 65 يوماً. وبالطبع تغييرات أسعار الأسهم. نقدم سلة إيفاست الاستثمارية لمستثمري المستقبل. إيفاست، الأرقام تحسم.